فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. انطلق البارح المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في التحضيرات استعدادا لمباراه الجوله الثالثه من تصفيه المؤهله لكان المغرب 2025، مباراه يوم الجمعه القادم 8 متاع الليل في ملعب حمد العقربي بيرادز ضد منتخب جزر القمر. التحاق كل من وجدي كشريدة، أنس الحاج محمد وعيسى العيدوني بالتدريبات البارح، في المقابل وصول محمد علي بن رمضان على غرام علي العبدي، واليوم العشية يكونوا موجودين مع المجموعة في الحصة التدريبية، حصة تدريبية ثانية اليوم العشية مع الخمسة في الملعب الفرعي بيرادس، حصة ربع ساعة الأول مخصص لوسائل الإعلام لأخذ بعض التصريحات من اللاعبين وكذلك من الإدارة الفنية. 21 ملاعب كانوا موجودين البارح في الحصة التدريبية الأولى، ثلاثة حراس مرمى بشير بن سعيد، أمن الله من ميش، صبر بن حسن، الملعبية منصر الطالب، ياسين مرياح، رائد بوشنيبة، حسين بن علي، نادر الغندري، الياس سخيرة، حسام تقا، حمزة رفيعة، فرجاني ساسي، حانب المجبري، بلال أيت، مالك شهاب الجبالي، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني، بلال المجري، وجدي كشريدة، أنس الحاج محمد وعيسى العيدوني. نذكر أنه يوم 15 أكتوبر كذلك الموعد مع مباراة الجولة الرابعة من التصفيات ضد نفس المنافس منتخب جزر القمر، مباراة ستدور على ملعب فيليكس هوفويت بواني بأبيجان بالكوت ديفوار. إذن بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في المباراة الأولى الجولة الثالثة كما قلنا نهار الجمعة في ملعب حمد العقربي ببلاد 8 متاع الليل، والمباراة الثانية الجولة الرابعة يوم 15 أكتوبر الجاري في الكوت ديفوار ضد نفس المنافس منتخب جزر القمر. البارح كان الموعد وعملية سحب القرعة الخاصة بدور المجموعات للشامبيونز ليج الأفريقية وكذلك دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في الشامبيونز ليج الأفريقية الترجي الرياضي التونسي موجود في المجموعة الرابعة، سحبة فريق بيراميدز المصري، فريق ساغراد الأنغولي، وفريق جوليبا المالي. هذه مجموعة الترجي الرياضي التونسي، بيراميدز المصري، ساغراد اسبيرانسا الأنغولي، وجوليبا المالي. المجموعة الأولى فيها قوي مازيمبي، تيبي مازيمبي الكونغولي، يونغ أفريكانز التنزاني، الهلال السوداني، ومولدية العاصمة الجزائري. المجموعة الثانية فيها مامولدي سان داونز الجنوب أفريقي، الرجاء البيضاوي المغربي، الجيش الملكي المغربي، هذا كلاسيكو ممتاز، ومانياما الكونغولي. مباراة في المجموعة هذه مش تكون حديدية، هي المجموعة قلت سان داونز الرجاء والجيش ومانياما الكونغولي، هي مجموعة حديدية. في المقابل المجموعة الثالثة الأهلي المصري، شباب بالوزداد الجزائري، أورلاندو بيرايتس الجنوب أفريقي، وملعب أبيجان الإيفواري. هذا بالنسبة للمجموعات. نرجع للترجي الرياضي التونسي، هذا برنامج مقابلته في الدورة المجموعات في الشامبيونز ليج الأفريقية الجولة الأولى يوم 26 أو 27 نوفمبر. الترجي الرياضي التونسي يستضيف جوليبا المالي، هام جدا أنه الجولة الأولى تكون على أرضية ميدانك، وهام جدا حصد 3 نقاط في المباراة الأولى. الجولة الثانية 6 أو 7 ديسمبر، التحول إلى أنغولا بالنسبة للترجي لمواجهة فريق ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي. الجولة الثالثة 13 أو 14 ديسمبر، الترجي الرياضي التونسي يستضيف فريق بيراميدز المصري، أبرز الفرق الموجودة في مجموعة الترجي، يلزم الانتصار في هذه المباراة بالنسبة للترجي. الجولة الرابعة 3 أو 4 جانفي 2025، الترجي يتحول القاهرة لمواجهة بيراميدز المصري. الجولة الخامسة 10 أو 11 جانفي 2025، الترجي يتحول إلى مالي لمواجهة جوليبا. زوز تنقلات ورا بعضهم بالنسبة للترجي، الجولة الرابعة والجولة الخامسة، تنقل مصر وتنقل إلى مالي. والجولة السادسة 17 أو 18 جانفي 2025، الترجي الذي تونسي يستضيف فريق ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي، وكما قلنا هام جدا أيضا الجولة الأخيرة تكون على أرضية ميدانك. بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي التونسي في دور المجموعات في الشامبيونز ليج الأفريقية، وكذلك بالحظ والتوفيق للسي اس اس نادي الرياضي الصفاقسي في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نادي الرياضي الصفاقسي موجود في المجموعة الأولى، صحبة نادي قسنطينة الجزائري، فريق برافوس دوماكيس الأنغولي، وسيمبا التنزاني.
المجموعة الثانية فيها نهضة بركان المغربي فريق المدرب التونسي معين الشعباني، الملعب المالي ستيلين بوشا الجنوب أفريقي ورواندا سولا الأنغولي. المجموعة الثالثة فيها اتحاد العاصمة الجزائري فريق المدرب التونسي نبيل معلول، أساك ميموزا الإيفواري، جارافا السنغالي، أورابا يونايتد البوتسواني. المجموعة الرابعة الزمالك المصري فريق الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المتلوفي. المصري المصري إنبا نيجيريا وبلاك بولز الموزامبيك. هذا بالنسبة للمجموعات. نعطيكم برنامج النادي الرياضي الصفاقسي في دور المجموعات في كأس الكاف الجولة الأولى يوم 26 أو 27 نوفمبر. النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف نادي قسنطينة الجزائري، كما ترجي سي اس اس أول مباراة في المجموعة متاعه على أرضية ميدان وهام جدا. قلت البدايات أنك تحصد 3 نقاط أمام أنظار جماهيرك. الجولة الثانية 8 ديسمبر سي اس اس يتحول إلى لواندا إلى أنغولا لمواجهة فريق برافوس ديماكوس. الجولة الثالثة يوم 15 ديسمبر سي اس اس يتنقل إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا تنزاني. زوز تنقلات وربعاتهم بالنسبة للسي اس اس. الجولة الرابعة 5 جانفي 2025 نادي الصفاقسي يستضيف سيمبا تنزاني. الجولة الخامسة يوم 12 جانفي 2025 نادي قسنطينة الجزائري يستضيف السي اس اس. والجولة السادسة يوم 19 جانفي القادم السي اس اس يستضيف فريق برافوس الأنغولي. بالحظ والتوفيق للترجي في الشامبيونز ليج وكذلك النادي الصفاقسي في كأس الكاف. التركيبة الجديدة للإطار الفني لفريق القوافل الرياضية بقفص: جمال خشير مدرب أول، فرحات زروق مساعد مدرب، حمدي حامد مساعد مكلف بالتقييم ومشرف على الإحصائيات، أيمن أنيس كمون وكذلك منصر مناصري ثنائي في العدد البدني، وشكر زيدي مدرب حرس. المدرب حسن الجيبسي هو المدرب الجديد لفريق الملعب الجيبسي. البارح كان الموعد مع أول حصة تدريبية للملعب الجيبسي بإشراف المدرب حسن الجيبسي. كرة السلة غدوة الموعد مع مقابلتها الجولة الرابعة من البطولة البرو آ. الاتحاد الرياضي المنصير يستضيف اتحاد الأنصار، النجم الراتسي يستضيف شبيبة المنازه، الدلي الرياضي بجرومباليا يستضيف النادي الإفريقي، نادي كرة السلة بالمهدية يستضيف نجم حلق الواد والكرام، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف فريق الشبيبة القيروانية. في كرة اليد فريق الجمعية النسائية بالساحل سافر البارح إلى المغرب للمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية. أول مباراة للجمعية النسائية بالساحل يوم 10 أكتوبر الجاري أمام فريق بريميرو دي أوغوستو الأنغولي. متابعة طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هكذا نكملوا فلاش سبور. متابعة طيبة للجميع. الثامنة بصوت مكرم الهداجي. نشرت الأخبار. إلى اللقاء.